أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أينما كنتم أسعد الله صباحكم هذا بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لزميلي حمود بن راشد اليماحي الذي تواصل معلقا على الأشواط الرئيسية، وهذه دفعة جديدة تندفع في هذه اللحظات وهو الشوط الخامس. أبكار محليات الصائل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ وشعارات أبناء القبائل. ننتقل مباشرة إلى المركز الأول لنتابع الصدارة ونتابع روعة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي، من يدفع بروعة بالمركز الأول. تليها على المركز الثاني الغزيلة السيف المطر بن محمد بضبيعة يتواجد بالمركز الثاني، والمركز الثالث هذا شعار بن مرخان، هذا شعار حمد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاشتبي على ظهر ذخيره. والمركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع، نتأخر قليلا ونعطي كل ذي حق حقه بالتصوير والتعليق. هذا شعار علي بن عبيد بن حمد بالصوب الاستبي على ظهر الفايزة، وعندنا أيضا المقبالي غادم مع المايدية المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم وسلطان بن سيف المقبالي من يقود المايدية بالمركز الخامس. والمركز السادس أقول قمرية، أقول قمرية قمرية، الله الله يا بالهناوي، الله يا بالهناوي، والله لا تمنون منه. لو الحين في آخر رقم هناك عند خط النهاية بيكون ترى المركز الأول، ما أدري مدرب رشابه أنهن ما يدفعن، ما يصير الراس، وهذا الشيء العدل، هذا هو الشيء المطلوب. ولكن المطيوعي، المطيوعي سرح عنكم، سرح سرح بصراح الرحمن على ظهر روعة، روعة ما عطتن في الدرب طوعة، ما عطتن في الدرب طوعة، نعم أدركتن في آخر نهاية مركبيها فارق ربوعه، نعم فارق الجميع. إن شاء الله يتم على هذه المحافظة بالمركز الأول، وشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مبارك بن عي بن محمد بن عيسى المطيوعي هو من يطلق روعة بالمركز الأول. المركز الثاني لغزيلة سيف بن مطر بن محمد بطبيعة الاشتبي، وأما المركز الثالث ذخيرة حمد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاشتبي المقبالي يدفع بالمايدية المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف المقبالي. والمركز الخامس فتأتي الفايزة، الفايزة العلي بن عبيد بن حمد بالصوب الاشتبي، وهني أيضا قمرية، قمرية يا قماري يا قماري، يلا تعالي 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 يا قماري، خلاص خلاص ما عندنا مسافة، لأن الخف على الخف محين، الخف على الخف محين، وصعب يعني في هذه الرياضة، صعب في هذه الرياضة اللحوق بركبة المقدمة. هذه المراكز المتواجدة عندنا مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، روعة مشاهدينا الأعزاء، تستعرض في الميدان، تستعرض استعراض بطولي، تستعرض استعراض بطولي ونشاط صباحي ما شاء الله. يوم سرحان والخطم يباس، ها والجو وش يقول؟ والجو غايم والهواء كوت، نعم يا سلام، جو رياضي، نشاط جو رياضي، نعم تتزين ميادين بهذه الشعارات، نعم هذه روعة،
هذه روعة مشاهدينا الكرام. من البداية ما أعطتن أبدا المجال أنهن يتجاوزن خط أحمر، عندها خط أحمر ممنوع الاقتراب، ممنوع الاقتراب شعار النصر، واللي وراه بعد شعار النصر، واللي وراه بعد يتلة تل شعار النصر، شعار بن ماخان. نشوف المركز الثالث يا بن معدن الغزيدة، سيف بن مطر بن محمد بالطبيعة. أنا عيني عبد الهناوي، أنا عيني وحدة محول لنا، محول لنا، عين قدام وعين ورا، وصلت قمرية، وصلت قمرية، وصلت. شوف، والمقبالي موجود، المقبالي مع المايدية بالمركز الخامس اللي اسمه الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم، وعندنا هناك الفايز علي بن عبيد بن حمد. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام. التغيير الذي طرى وجرى على المقدمة من قبل اللي هي ذخيرة حمد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاشتبي، تراجعت روعه الى المركز الثاني اللي اسمه الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بقياده مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي. والمركز الثالث قمريه نقول بالمركز الثالث سلطان بن علي بن سلطان بالهناوي الاشتبي. هذه 1200 يا بن مرخان، 1200 يا المطيوعي، 1200 يا صاحبي يا المقبال بالهناوي. يهجم شوفوا سبحان الله، يعني يمشيهن على كيفه، وين ما يباهن يزيدن زادن، وين ما يباهن يخفن من السرعه خفن. لكن المقبال عندك اليوم ما بيعطيك مجال، المرخان موجود. يلا نقول 1 2 3 1 2 1 2 1 2 مرخان، روح اشرد على البلهناوي، اشرد على البلهناوي، ترى خطير. حذرناه يوم كان في المركز السادس وما شاء الله تبارك الله. ذخيره وعندها ذخيره، عندها احتياط. حاولت يا ابن البلهناوي ما حاولت، مرخان ما بتسبق اليوم، مستحيل ما بتسبق اليوم لانك وايد تاخرت وايد، ومرخان منزل لك سبوق اليوم. اللي تير الشوط ير، اللي تير المسافه ير، اللي تير الامتار ير، وعصاها ما طلعت من البطال، ما تحتاج لا هرن ولا ماروه ولا المقبالي. المقبالي وصل على ظهر المايديه، المقبالي يهاجم الفايزه وذخيله على ظهر المايديه، اعلنت الهجوم. يلا يا سلام يا سلام، قلنا لكم عندها ذخيره، عندها احتياط يا ابن مرخان. ايد فوق. صباح الخير ما شاء الله تبارك الله. هذا العرض، هذا التوقيت، هذه اللي تطوي الميدان طي، يتبدل على اليسار او على اليمين، ويوم ما عندك سبوق تموت حي لا ولا خبرك. على الشاشه يبين، هات يلي سيرها مثل الحصان، هات يلي تسوي مشكله في الميدان. تهانينا والناموس الحمد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاشتبي، نهني على فوز الخيره بالمركز الاول. المركز الثاني للمقبالي اسمه الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم بقياده سلطان بن سيف المقبالي. المركز الثالث هذه قمريه سلطان بن علي بن سلطان بالهناوي. والمركز الرابع اللي هي رقم 6 الغزيلة سيف المطر بالطبيعه. والمركز الخامس اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز السادس البصوب. طيب هذه النتيجه مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء.